كابتن بلال، كنا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي. لا كنا في الغزاله الرايقه دلوقتي. غزاله رايقه عندهم. اه طبعا عندنا برضو على كمان يا كابتن، مش هتروح عندنا ليه؟ طبعا بص يا اسامه، الجمهور هو اللي بيصنع البراند، الجمهور هو اللي بيعمل الترند، الجمهور هو دايما هو اللي بيعلي القيمه التسويقيه بتاعتك، الجمهور هو اللي بيجيب لك الانكم الكبير العالي، الجمهور هو ده الصناعه. الصناعه دي صناعه كره القدم بتعتمد على الجمهور. الشعبيه الكبيره اللي الاهلي فيها النهارده، يعني انا اسف مع احترامي يعني لكل الانديه، بس اتفرج كده على المؤتمر الصحفي بتاع النادي الاهلي والسبونسرز اللي وراه والرعاه الكتير قوي، واي فرقه تانية بتعمل عندها مؤتمر صحفي، الموضوع مختلف تماما. ده بيجي من ايه؟ بيجي من الجمهور اللي وراك في كل مكان. بتلعب في الامارات الاستاد فول، بتلعب في السعوديه الاستاد فول، بتلعب في قطر الاستاد فول، بتلعب في عمان، لو هتروح تلعب في اي دوله في عربيه لولو. على في الهونولولو الجمهور النادي الاهلي دايما طبعا لو طلعت بالظبط كده، لو طلعت في المركز يعني كان في حد النهارده كان بيتكلم والله عجبني، بيقول لك ليه الاهلي والزمالك ما يلعبوش في مثلا في نيويورك مثلا يعني، تمام؟ هتلاقي برضو على فكره هتلاقي جمهور الاهلي جمهور طبعا كبير. احنا كنا بنروح نلعب في ادغال افريقيا والجمهور بتاع النادي الاهلي موجود، فالجمهور هو صانع فعلا الحقيقه، هو صانع المجد الحقيقي، هو ده اللي بيعمل لك القيمه الكبير، الفاليو الكبير، هو ده جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم في كل مكان. كابتن اتكلموا على الزيادات بتاعه الجمهور الاهلي، بس انا عايز اضيف كلمه كمان لكابتن عادل، مش بس عشان البطولات، في اوقات كتيره جدا عشان القيم والاخلاق، تمام؟ اوقات كتيره جدا 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 الناس بتحبك عشان قيمك واخلاقك. لما نيجي بنتكلم عن النادي الاهلي بتقول لك الاهلي قيم واخلاق، قيمه النادي، اخلاق النادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، تمام؟ هي دي الحاجات اللي دايما بتنغرز في الـ في الـ في الاجيال الجديده. يعني لما يجي نتكلم عن الاهلي يقول لك يا عم ده مبادئ بترفض فلان وفلان 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 وفلان. اوقات كتيره جدا 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 كانت في ناس بتشكك في المبادئ دي، انك فلان ازاي يمشي، لا لازم يقعد، هي الكره بتقول كده. لكن انت عشان المبادئ بتاعتك ثابته وراسخه، لما بتيجي تمشي فلان بتكسب بعديها بطولات وبتاخد بطولات اكتر مما كان موجود. عشان كده دايما الجمهور متعلق، بيحبك، جمهور متعلق بالنادي مش بشخص. في انديه كتيره جدا الجماهير بتتعلق بالاشخاص، فيمشي الشخص تقل الجماهيريه، لكن هنا لا، هنا الجماهير متعلقه بالنادي، بالاسم، بالكيان. فمهما مشي، مهما راح، مهما استغنيت، بتفضل او بيفضل جمهور النادي الاهلي متعلق وعاشق للكيان بتاعه. هي دي القيمه وهي دي العلاقه اللي ما بين الجمهور بتاعنا وما بين النادي بتاعنا. مفيش حد فينا مفيش اللي بيعدوا عن الطريق، بس سنه شمال ما بقاش له مكان في الاهلي. دي حقيقه، خد بالك، وما بتتاثرش بيه، بتخرج بره، وما بتتأثر، خد بالك، ومهما خد بالك، ومش بس كده يا كابتن، واساطير كتير اعتزلت، كتير جدا اساطير، وبعض الاساطير يقول لك اصل بعد يعني مثلا يعني بعد ابو تريكه والجيل العظيم بتاعنا اللي كان موجود، خلاص بقى الاهلي مش هياخد بطولات. ما دي عظمه الاهلي، اجيال بتكمل بعض، اعظم واكتر من البطولات اللي خدناها في مع مانويل جوزيه. يعني مانويل هيمشي، مفيش مدربين هياخدوا بطولات، لا، النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بياخد البطولات. طيب مش المدير الفني. خلونا نروح نشوف عريس لقاء اليوم